ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو مختلف بقى، فيديو مشتريات من اللي كلنا بنحبه. بصوا، شايفين البولة الجميلة دي؟ جبت اللون ده واللون ده ليه بقى؟ عشان السلطة في رمضان، كل سنة وانتو طيبين. وعشان التتبيلات، لو بتعملي تتبيلة للفراخ او اللحوم، الاتنين تحفة قوي واسعين. وجبت دول كمان، جبت منهم اتنين. دي قطعات خفيفة، لو بتقطعي مثلا فاكهة، مكسرات، ممكن بنحط عليها الفطاير والبيتزا. شايفين الجمال ده؟ دي علب بقى صغيرة، دي العلبة الكبيرة، ودي المتوسطة بتاعتها. واحلى حاجة بقى، بصي، دي الصغيرة بتاعتها خالص، ممكن تحطي فيها مقادير. مثلا انا ممكن استخدمها مقادير للقناه، ممكن تحطي فيها لو عندك اطفال صغيرين، لو بيبي وانتي خارجه تحطي لهم فيها اكل، بتبقى حلوه قوي، وخصوصا ان الغطيان بتاعتها بتبقى محكمه قوي وحلوه. ومعايا المفرش الجميل ده، هو شبه المفرش اللي انا بصور عليه، بس حجمه بقى بيختلف، وممكن احطه على الرخامه، احطه على الترابيزات في رمضان. وده مضرب البيض، انا جبته صغير مش بالحجم الكبير. ودي الحوامل بقى، انا جبت منها اتنين اهي، اللي بيتحط عليها الفراخ عشان ندخلها الفرن ونشوي بيها. ودي علب، شايفين؟ جبت منها اتنين، الطقم ده وده، بيبقى في كل علبة فيها تلاتة بالمعالق بتاعتها. دي حجمها الكبير، ودي الوسط، ودي الصغيرة خالص. ممكن تحطي فيها بقى بقوليات، ممكن تحطي فيها توابل، بس انا جايباها عشان احط فيها مكسرات لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. عايزة اوريكم دي مختلفة عنها، ما جبتهمش شكل بعض. جبت الطقم ده ابيض، والطقم ده شايفين اسود. بصراحة الابيض والاسود بيبقوا شياكة قوي، احسن من اي لون تاني. والطقم ده بقى تحفة، بصي، عشان رمضان بيبقى للشاي، ما بنحبش نشرب شاي كتير بعد الفطار، بتبقى حبة صغيرين كده بيبقى حلو. وبيبقى القهوة برضو وبالاطباق بتاعتها حاجة كده في منتهى الشياكة. والمساحة ديت عشان الازاز، عشان تنظيفات بقى. كل سنة وانتو طيبين. شايفين الفرش دي بقى، محدش بيقدر يستغنى عنها. تنظيف الخضار انا بستخدمها في استخدامات كتيرة قوي. دول بقى يا جمالهم، شايفين الاطباق دي؟ طبعا هي صغيره فمش هتاخد كب كيك. دي بقى لو عندك اطفال، جولك في رمضان بتحط لهم ايه، قطعه حلويات كده، عشان ايه؟ ما تدومش طبق كبير يوقعوه او يبهدلوا الدنيا. انت ممكن تاخديها جنب فنجان شاي، بتبقى حاجه تحفه. وفوط المطبخ بقى، انا جبت منها كميه، والجوانت ده عشان التنظيف برضو. شايفه بقى؟ دي بقى يا اكواب معياريه، انا هوريها لك، جميله جدا. ممكن تستخدمي اكواب معياريه اهي، شكلهم حلو قوي. ودول كمان، بس دول لون تاني، او تحطي فيهم مقادير في البيت، في القناه. والمعالق الجميله بقى، الاسباتيولات دي الحلوه، ومغرفه هنا، وشايفه المعلقه الخشب عجبتني قوي قوي عشان كبيره وحلوه. لازم بقى ما يعديش رمضان، كل سنة وانتو طيبين، من غير الكوبايات التحفة دي. دي بتبقى للعصاير بقى والمشروبات جميلة. والدرق الجميل، انا بحب طمطم على فكرة، جبته عشان شكلها عليه كده حلو. وده بقى ممكن تحطي فيه مية ساقعة، مشروبات رمضان، قمر الدين، تمر هندي، كركديه. ودول بقى القواعد السيليكون، جميلة قوي، بتبقى تحت الكوبايات عشان ما نبهدلش لا المفرش ولا الترابيزة ولا حاجة. بس هي دي كانت مشترياتي البسيطة، عايزاكي بقى ايه، تدفعلي مع الفيديو كده وتشجعيني. يلا كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم.